تبع الشجره، الشجره عملت معاك كام؟ كشتله في ولا كانتاجيه؟ عملت معاك في انتاجيه، انت بقى لك حوالي 10 ايام بتقول لي انا عمال احصد بقى لي 10 ايام وبوزع على الناس انا من فرحتي، صح كده؟ صحيح مظبوط، يعني طيب. اول سنه واول تجربه في المنطقه بتاعتنا، فلازم يعني الناس كلها يعني تطعم منها ان شاء الله، يعني نطعم الناس منها يعني باذن الله. احنا معدل الشجره فيها ما يقرب من 40 50 كيلو، ده اول سنه انتاجيه، وفي شجره اكتر من كده وفي شجره اقل من كده، ولكن نقول النسبه العامه المتوسطه من 30 ل 40 كيلو كشجره اول سنه انتاج، شغل اورجانيك بدون كيماويات نهائي ولا رش مبيدات سامه ولا اي حاجه، طبعا شغل عالي جدا بسم الله ما شاء الله، يعني ممتاز. بايع بكام الكيلو بقى؟ انا ما بعتش بصراحه. هنا اورجانيك صح؟ انا ما بعتش، احنا كلها اللي احنا بنجمعه نوزعه، بس التاجر موجود دلوقتي هيشيلها كسوق محلي ب 8 جنيه ب 9 جنيه. عشان اورجانيك؟ عشان اورجانيك. هو ده طعمها، وقال لا دي لها وضع ثاني. هي بتطلع من ارضها في الطبيعي العام من 5 ل 6 جنيه، يعني فئتكم ما بتزيدش عن كده. 5 جنيه 6 جنيه. هو هياخدها من 8 ل 9 جنيه هنا، بس يعني عشان شغله اورجانيك. ولكن احنا من لحد النهارده ما بعناش منها حاجه، احنا كلنا بنوزعها عشان الاهالي، عشان يعني اول سنه السنه دي يعني تطرح. وبصراحه انا مبسوط، يعني الحمد لله النتيجه كويسه باذن الله.